تدربت مع الكابتن محمود على لغة الإشارة علشان نقدر نتواصل مع ذول معاقين، وكان عندنا ابن عم لغة صم تكلمش ولا بسمع، وقدرت أن أتكلم معاه زي كأنه زينا وعادي. أنا اسمي آية، عمتها لبسان. جيت هان عشان أشوف إنه كيف هي متواصلة هان بلغة الإشارة. بتيجي في البيت مبسوطة، بتقعد تحكي لنا حتى بالإشارات على أسامينا. في عنا لأنه ابن أختي كمان هيك، فما حدش كان يحكي معه، فأنا استغربت منها إنها صارت ها تتواصل وتحكي زي ما إحنا بنحكي مع ابن أختي. أنا أبويا صم البكم. أنا في البيت ما كنتش قادرة أتكلم مع والدي، وكان يعصب كتير ولا أفهم عليه حاجة، يعني لو بده غرض ما قدرش أجيب له. بس لما جيت على مؤسسة الرؤية العالمية تعلمت كل حاجة الإشارات عشان أقدر أتواصل معه وأعيش حياة طبيعية وحلوة. أنا كتير مبسوط من ياسمين إنها هي بتروح على المركز وبتتعلم لغة إشارة من ضمن الأنشطة بمشروع مساحات صديقة للأطفال. طبعاً أنا والدها ما بعرف إشارة كتير، أنا كنت عصب كتير ما أعرفش أتواصل معهم لأنه ما حد بيعرف إشارة في البيت. تعلمت منها من خلال التدريب اللي تعلمته في المركز، وخليت أتعلم أخوتها في البيت، بطلت أعصب كتير وصاروا يفهموني، ووالدتهم تعلمت هذه لغة الإشارة. وبفضل أنه تاخد مستوى تاني ومكلمات تانية عشان بنتي كتير نشيطة وشاطرة بالإشارات وعلمتنا كنا في البيت. أكثر شخص أنا انبسطت فيه في هذا المشروع لأنه كان هدفه كتير رائع، دمج الأطفال الأسوياء والصم مع بعض. دربت في عديد من المؤسسات اللي بتشتغل مع الورد فيجن 11 جمعية، كان من خلالها اللي هو إعطاء مستوى أو أساسيات بلغة الإشارة من خلال هذا المشروع. اللي وصلنا له إنه كانوا كتير مبسوطين، كانوا يوصلوا ثقافة لغة الإشارة اللي هم تعلموها يعلموها لأصدقائهم في المدرسة.